احنا عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر، عشان كده معانا على التليفون المهندس محمد عادل المشرف على الكره بنادي المقاولون العرب. يا باشمهندس مساء الخير على حضرتك. اهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده مشاهدينا. يعني عايزين ناخد تعليق حضرتك وموقف نادي المقاولون العرب بخصوص ما يحدث بعد تبعيات قرار تأجيل مباراة القمة، وبالتالي تحديد موعد مباراة المقاولين والزمالك يوم السبت القادم وتأجيل مباراة المقاولين والله نصر. أنا حزين على حال الكرة المصرية. حزين على حال الكرة المصرية. لم أكن أتوقع أن يصل حال الكرة المصرية إلى هذا الوضع. 40 سنة في مجال الكرة ما شفتش اللي حصل زي ده. ناس غير مسؤوله، لا تعي ماذا تفعل، ليس لديها درايه ولا خبره، لان اللي حصل ده لم يحدث في تاريخ العالم كله. بتاجل مباراه لدواعي امنيه اجلها، مفيش مشكله. لكن تاجل مباراه تنقل لفرقه ثانيه قبل 48 ساعه تغيرها الفرقه، ده كلام مش ابدا. تلعب فرقه الاسبوع الخامس وبقيت الفرقه الاسبوع الرابع، ما حصلش ابدا. وبعدين انت كان عندك وقت من يوم ما اعلنت الاتحاد الافريقي عن موعد مباراه الزمالك، كان عندك وقت انك يتاكل الاسبوع الرابع كله وبلغ الفرق وتلعب الاسبوع الخامس، يا ما تعملش اللي انت عملته ده. انا الحقيقه يعني كان امل كبير واللجنه اللي اختيرت، لكن اكتشفت اخيرا ان الناس اللي فيها ليسوا على خبره كامله باحوال الكره المصريه. طيب، واحتمال لو استمرت الامور كده هتضيع الكره المصريه خلال هذا العام. طيب، هل في موقف رسمي من قبل نادي المقاولون العرب؟ هل في اجتماع لمجلس الاداره؟ احنا بعتنا طبعا رسميا بنعترض على هذا الكلام، وهنبعت هناخد كل الاجراءات القانونيه للحفاظ على حقنا، لأن المفروض في أي دوري هو المساواة، مساواة بين الجميع. اللي بيحصل دلوقتي عدم مساواة ما بين الفرق، وبالتالي اختلاف الفرص، وده يؤدي إلى عدم جدوى المسابقة نفسها. طيب، ماذا لو تمسك الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة المقاولون العرب والزمالك يوم السبت؟ هيبقى موقف نادي المقاولين إيه؟ هل ممكن يبقى فيه تصعيد سواء للجنة الأولمبية أو للفيفا؟ أنا مش عايز أسمع الأحداث. تمام. لكن إحنا ماشيين معاهم خطوة خطوة، كل الحلول مطروحة. طيب، بعد ما أرسلتوا خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم، هل جالكوا أي رد من قبل الاتحاد؟ لا، هو الاتحاد بيرد على حد؟ ما بيردش. أنا بعت الأولمبية، الاتحاد بيرد على حد؟ ما بيردش على حد. لا تليفونات ولا جوابات ولا غيره. وبالتالي بعت للأولمبية. طيب، بعت للجنة التظلمات. طيب، ماذا لو الاتحاد المصري ما ردش وقال يا جماعه انا هطبق اللائحه؟ انا بدرس دلوقتي طبقا للائحه لما انسحب، ايه الغرامات اللي عليا؟ اللائحه في النهايه مجموعه غرامات. غرامات فقط. ما هو ثلاثة بونت، ثلاثة بونت خلاص معروفين، مهزوم 2-0، لكن الباقي كلها غرامات ماليه. طيب، الحل من وجهه نظر حضرتك ايه؟ الحل كان سهل جدا يا فندم. الوضع يبقى، وانت اكلت مباراه باي ظروف ثانيه تعملها، وده شيء طبيعي. يا اما كنت لغيت كل الاسبوع ولعبت كل الفرق الاسبوع الخامس. يعني انا، وبعدين انت يعني انت بتعاقبني ليه؟ وانت بتعاقبني ليه؟ يعني انا داخل ايه في القصه دي كلها؟ أنا كنادي المقاولين، أنا ثالث نادي في مصر مسؤول على البطولات. طبعا الناس دي مش شاريانا بحاجة. وجاية تتعلم فينا. وأنا بقوله هم سامعيني. الرسالة اللي حابب حضرتك تقولها لهم. ما كانش أبدا أتخيل إن يبقى ده حال الكرة وتدار بهذا الشكل. طيب، أنا بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. المهندس محمد عادل المسؤول والمشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب.